للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-345 أو 012-76-22-346. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى ومع فقرة الصحافة، وزي ما حضراتكم عارفين احنا دايما بنناقش المانشيتات اليومية، وبيسعدنا وبيشرفنا في تحية الخبر معانا وجود الكاتب الصحفي الأستاذ وليد الرمالي. أستاذ وليد منورنا ومشرفنا في استوديو صباح النور. أهلا بحضرتك. يعني اسمح لي نقول أول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا معنا أول خبر من جريدة الأهرام، الرئيس السيسي يوجه بأعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي. اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية. وصرح السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول اطلاع الرئيس على عدة موضوعات متعلقة بأنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بخاصة القوات الجوية. الحاسس وليد، طبعا يعني لو خدنا بس العنوان في الأول، طبعا الرئيس بيشدد على يعني أمن مصر القومي، وده ممكن لما أي مواطن يقرأ حاجة زي كده يبتدي يفكر طب الرئيس يعني بيشدد اليومين دول، يبتدي بقى يسرح بدماغه وبتاع، فعايزين حياتك برضو. لا هو ده الطبيعي. يعني القوات المسلحة أجرت العديد من المناورات مع الدول الصديقة، في مناورات في السودان، في مناورات مع عدة دول صديقة في البحر المتوسط. وزير الدفاع كان قام بعدد من الزيارات لعدد من الدول الصديقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اجتمع به تناقش وشاف يعني اهم النتائج اللي حصلت في هذه الزيارات. القوات المسلحة بتستعد من زمان لأي حاجة، يعني لابد للحق من قوات تحميه. فلو تتذكر حضرتك أما مصر بدأت تشتري حملات الطائرات والطائرات الحديثة والحاجات دي، كان في بعض الأصوات المعارضة بتقول إن احنا محتاجين الفلوس ديت. لما بدأنا نكتشف حقل ظهر للغاز الطبيعي والبترول وتم إقامة منتدى غاز المتوسط وشفنا الأطماع التركية في المنطقة، عرفنا أهمية حملات الطائرات عشان تحمي حاجتنا. لما بدأت تركيا جابت مرتزقة سوريين وراح لليبيا، ورئيس عبد الفتاح السيسي خرج في خطابه وقال ان هناك خط احمر لا لن يستطيع احد الاقتراب منه الا سيتحمل يعني عواقب ذلك، اللي هو خط سلطة والجفرة، عرفنا اهمية القوات المسلحة واهمية التسليح. لما تركيا تراجعت خطوة الى الخلف وابدت يعني حاولت تتفاوض معنا وتجر ناعم زي ما بيقولوا. يبقى رئيس عبد الفتاح السيسي لما بيتابع الجاهزية القوات المسلحة وبيتابع التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة وبيتابع زيارات وزير الدفاع، كل ده من أجل مصلحة مصر. مش شرط أن الاجتماع ده أو ده بيبعت رسالة تهديد إلى حد، لا، هو وجودنا كقوة هو ده في حد ذاته هو الأمان الوحيد لنا بعد ربنا سبحانه وتعالى. نحن لازم يبقى عندنا قوة تحمينا، لازم نتابعها كل فترة. قواتنا المسلحة اللي هي يعني عصب الدولة المصرية، الحامي للدولة المصرية، هي منين؟ هي من الشباب والجنود وأخواتنا وأبنائنا وزملائنا، هم اللي موجودين في القوات المسلحة. رئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد على جزئية القوات المسلحة وبيتابع التطورات اللي فيها، بيتابع التدريبات، بيتابع المناورات، بيتابع تطورات أي تطورات بتحدث من أجل مصلحة مصر ومصلحة القوات المسلحة المصرية. تمام، يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول، واحنا طبعا بنتمنى دايما واثقين طبعا في الجهود المقامة يعني من قبل الدولة بعد ربنا وان، واخيرا ان شاء الله نرى الافضل والافضل ان شاء الله. طيب اسمح لي نقول الخبر اللي بعد كده يا استاذ وليد. مشاهدينا، الخبر اللي معانا بعد كده من جريده المصري اليوم، القاهره في مقدمه الاصابات، زايد تستعرض امام الحكومه اخر مستجدات كورونا. ترأس الدكتور مصطفى مبول رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة، حيث عرض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقريرا حول موقف تطور فيروس كورونا المستجد في مصر من خلال تناول معدل الإصابات على مستوى المحافظات، حيث أوضحت المحافظات التي شهدت زيادة مرتفعة في أعداد الإصابات، ويأتي على رأسها القاهرة ثم الإسكندرية ثم الغربية ثم الأقصر، وكذلك المحافظات التي تشهد زيادة متوسطة في أعداد الإصابات مثل المنوفية وسوهاج وأسوان، والأخيرة التي تشهد انخفاضا في أعداد الإصابات مثل جنوب سيناء والمنيا والسويس والإسماعيلية. كما تناولت الوزيرة موقف الخطوات التنفيذية التي تقوم بها مصر للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.
الحقيقه استاذ وليد هو الخبر ده فيه كذا نقطه يعني اتفضل. لا هو بس يعني ان حابب اقول لحضرتك ان اي اخبار بتتم الفتره دي غير كورونا هيفضل برضو كورونا هو المتصدر. هو كورونا للأسف هو متصدر الأخبار في العالم كله. الفيروس حتى الآن اللقاحات اللي موجودة يعني أنا عايز أقول بس نقطة مهمة في موضوع اللقاحات إن مجلس الوزراء اجتمع وقال إن وإحنا مصر بتبحث على اللقاحات وفي لقاحات في الطريق فعلا إلى مصر، لكن اللقاح الأهم لفيروس كورونا هو وعي المواطن المصري. مش مفيش اي لقاح في الدنيا هينجح بدون الوعي، مفيش اي لقاح في الدنيا هينجح او هو الشافي المعافي يعني بدون اي حاجه، لا الوعي والبعد عن التجمعات الكبيره والاتباع الاجراءات الاحترازيه هو ده الاساس، بعد كده اللقاح يجي خطوه ثانيه. هنا وزاره الصحه بتتحدث على احنا في الموجه الثانيه لفيروس كورونا، بتتحدث على ان الاصابات القاهره الاعلى اصابات، بس الحمد لله هي الاعلى اصابات في ايه؟ الاعلى اصابات اللي موجوده، الاصابات الموجوده مش كتير الحمد لله لغايه دلوقتي، يعني لو جيت تبص حتى على يعني رغم ان هو شيء مش يعني خطر شويه، حته الناس مطمئنه اكتر من اللازم، لكن برضه نقول ان هو في حاجه ايجابيه، الناس بدات تتبع الاجراءات على قد ما تقدر، الناس بتقابل الموضوع بشجاعه اكتر دلوقتي، ما عادتش الكورونا وصمة، يعني اي حد بيصاب بعرض بيطلع يكشف وبيطلب ان هو يعمل تحليل ويطمئن ان هو عنده كورونا، لا كان الاول الموضوع كان مرعب اكتر من دلوقتي. كمان في مصر بتبحث عن افضل اللقاحات في العالم عشان تجيبها، لكن يعني بالفعل ما نقدرش نقول ان في لقاحات هتكون موجودة في مصر قبل منتصف 2021، يعني عشان خطر يبقى الكلام، وكمان ده عشان خطر ايه؟ ان الدول بره بدأت تعمل اللقاح بدون تجارب، يعني منظمة الصحة العالمية أقرت عدد من اللقاحات بدون تجارب طويلة. حضرتك تعلم أن عشان تعتمد لقاح منظمة الصحة العالمية لابد من سلسلة تجارب سريرية طويلة جدا بسبب الظروف الاستثنائية، فدي قللوا المدة، لكن برضو عشان نوصل للناس أي لقاح هيكون موجود في مصر مش قبل منتصف 2021. كمان في جزء في الخبر احنا حضرتك ما اتكلمتش عنه، هو ان رغم ان وجود فيروس كورونا الا ان السياحه موجوده الحمد لله، وتم اعتبار مصر من ضمن اهم 100 مقصد سياحي في العالم. احنا بنتبع الاجراءات الاحترازيه، بنتبع بنجري تحاليل ومساحات للزوار مصر، وبرضه ده الهدف منه ان السياحه لما تمشي السوق العماله اللي موجود في السياحه يتحرك والاقتصاد المصري يتحرك، يعني هو برضه من اجل مصلحه المواطن، مش ان احنا بنفتح الباب لناس مصابين او حاجه، لا احنا بنفتح الباب للناس اللي هم حالتهم الصحيه كويسه بهدف ان احنا السياحه تنتعش والاقتصاد يزدهر اكتر من كده، والعماله اللي موجوده في قطاع السياحه ودي عماله عددها كبير جدا تعود والحركه تنشط. يعني زي ما حضرتك قلت ان كورونا يظل هو الخبر المسيطر على كل حاجه في العالم، سواء بنتكلم في سياحه، بنتكلم في صحه، بنتكلم في تعليم، بنتكلم في اي حاجه، الكورونا هو الخبر الرئيسي سواء في مصر او العالم. صح فعلا زي ما حضرتك قلت، احنا طبعا يعني كويس ان حضرتك برضو بتقول هذا الموضوع طبعا بالشفافية، ان هو عشان يعني كل الناس متوقعة ان يكون مثلا على اوائل السنة، لا زي يعني بنقول برضو للناس بندي مهلة اكتر علشان يعني لو جه قبل كده خير، يعني ما جايش ادينا منتظرين ان شاء الله يعني ربنا يعدي على خير. طيب اسمح لي ننتقل لخبر اخر استاذ وليد. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده من جريده اليوم السابع، الهيئه الوطنيه تتسلم نتائج اعاده المرحله الاولى لانتخابات النواب بعشر محافظات. تسلمت الهيئه الوطنيه الانتخابيه برئاسه المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمه النقد نتائج الحصر العددي لمن ادلوا باصواتهم في 10 محافظات بجوله الاعاده للمرحله الاولى في انتخابات مجلس النواب خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، فيما زالت نتائج 3 محافظات نهائيه لم تصل بعد. يعني الانتخابات هو الخبر عن... الخبر شارح نفسه، يعني مش هنتكلم في تفاصيله قوي لكن احنا يتبقى على مجلس النواب الانتخابات الاعاده للمرحله الثانيه، ما زال برضو قرار او اختيار النواب في ايد المواطن المصري. المواطن المصري او الناخب المصري هو اللي بيحدد مصيره دلوقتي، هو اللي بيجيب، هل هيجيب نائب لمجلس النواب، نائب خدمات، صحيح نائب الخدمات مهم لكن النائب الذي لديه رؤيه سياسيه اهم. احنا محتاجين زي ما احنا بنعمل اتفاقات دوليه كبيره جدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعقدها مع العديد من الدول، فلازم الاتفاقات دي تمر على مجلس النواب ليبدي موافقته عليها، طبعا ده شيء عظيم جدا، لكن احنا محتاجين نواب برضو وهم بيوافقوا
يوافقوا، يبدوا افكار جديده، يقترحوا اقتراحات جديده، يكون ليهم دور في المراجعه والتنقيح للاتفاقات الدوليه لما تشوف الموضوع من اي زاويه، من اكتر من زاويه، ده شيء عظيم جدا. فاحنا محتاجين نواب لديهم رؤيه سياسيه، محتاجين نواب يعني مهتمين برضو بالمواطن في دوائرهم، يقدروا يستقطبوا مجموعه من الشباب من كل دائره بحيث ان هم يبقوا عارفين بكل مشاكل الدائره الانتخابيه. النائب مجلس النواب الجديد نتمنى ان هو يكون ليه دور اكتر من كل مجلس النواب السابقه. حضرتك تعلم في نهايه مجلس النواب السابق مجلس النواب وافق على قرار ارسال قوات الاتجاه الاستراتيجي الغربي، اللي هو قوات تم ارسال قوات المسلحه، موافقه على قوات المسلحه المصريه تروح لليبيا لمواجهه الاطماع التركيه. طب ده معناه ايه؟ معناه ان مجلس النواب اصبح له دور مهم جدا في كل الاتفاقات، في كل القرارات التي تتخذها الدوله. احنا دوله ديمقراطيه عريقه في الديمقراطيه، لنا تاريخ كبير جدا في مجلس النواب، فمحتاجين ان مجلس النواب الجاي يبقى افضل من كل المجالس السابقه، واملنا في ربنا كده ان شاء الله. وفي المواطن المصري اللي هو لسه عنده فرصه زي ما قلنا في انتخابات الاعاده للمرحله الثانيه، والمرحله الثانيه زي ما حضرتك تعلم فيها الشرقيه والصعيد وفيها محافظات كتير. المحافظات دي موضوع العصبيات والقبليه والعائلات موضوع مهم جدا فيها، فعايزين كل واحد بس يسمو فوق هذه الأفكار ويختار بدقة من يمثله ومن يمثل مصر ويشرفها. يعني ربنا، يعني احنا دايما بنقول يعني ولي من أصلح الخير. طبعا يعني، وربنا يعني يختار الصلح في كل شيء رب ان شاء الله. طيب اسمحنا ننتقل لخبر اخر مشاهدينا. الخبر معنا بعد كده من جريدة ايضا اليوم السابع، قرار للحكومة اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي وتشكيل لجنة وزارية لاعداد استراتيجية وطنية لانتاج الهيدروجين وتوافق على منحة يابانية بمليار لبرنامج التنمية الاقتصادية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يعني حضرتك تحدثت كان في 12 قرار الحكومه في هذا الاجتماع، حضرتك قلت كام حاجه انا مش هتكلم فيهم، انا هتكلم في من وجهه نظري اهم القرارات التي تم اتخاذها. في قرارين مهمين جدا، قرار ان احنا هنبدا البناء تاني وفقا لتعليمات جديده ونظام جديد. حضرتك تعمل البناء توقف لمده 6 شهور، لكن هيتم عودته وفقا، واي حد معاه رخصه هيشتغل. هيتعمل اشتراطات جديده للبناء، وهيتعمل قانون للبناء الموحد. كمان في قرار مهم جدا ان تم الموافقه على قانون التامين الجديد، وتم استحداث حاجه اسمها التامين متناهي الصغر. المقصد ان مجلس الوزراء في اجتماعه بقى بيناقش أدق التفاصيل اللي بتمس حياة المواطن المصري. يعني تم مناقشة مثلا قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، لا القرار ده مش مظبوط، مفيش تعليق للدراسة في المدارس ولا الجامعات ولا الموظفين، احنا بنتبع الإجراءات وبنتكل على الله وبنتعاون كلنا من أجل إن احنا يعني نعدي هذه الأزمات بسلام. برضو في إشاعات، أنا شفت في اليوم السابع حتى الناس نشرت بيان نقل عن اليوم السابع، يوم السابع ما نشرتوش وكذبت الكلام ده، إن في تعليق أسبوعين للدراسة والجامعات. يعني الناس اللي بتحاول تثير البلبلة هي الناس اللي ماشيه بمبدا خلف تعرف. ازاي احنا هنعلق الدراسه في المدارس والجامعات؟ طب نعلقها ليه؟ طب احنا مش هنعلق الدراسه، طب ما احنا لازم نعلقها. تحس ان في ناس بتثير الجدل. احنا مش هنعمل امتحانات عشان خايفين على الطلبه وهنعملها اونلاين، الطلبه هتغش، طب احنا هنعمل امتحانات اونلاين، طب الطلبه يعني بص في ناس فعلا بتحترف قصه خلف تعرف، تدور على اللي ايه اللي انت تقوله وتعرف. دي ده بيسموه نوع من النقد الهدام. يعني النقد نوعين، نقد بناء ونقد هدام. النقد البناء هو ان انا لما اعترض على حاجه حضرتك يا استاذ يوسف بتعملها اقول وجهه نظري ايه، طب ايه الصح، لكن اللي هو بينقد من اجل النقد وخلاص او بيهاجم من اجل الهجوم ده بيبقى الهدف ان هو مش عاجبه اي حاجه، عايز يدمر اي حاجه كويسه. فمجلس الوزراء بيجتمع اسبوعيا بيناقش كل المستجدات وكل التفاصيل، وبتخرج منه مجموعه من القرارات زي اللي حضرتك قلتها وانا كملتها. نتمنى برضو ان احنا الفتره الجايه، يعني في مناقشه حصلت في موضوع الطقس السيء، نتمنى برضو ان مجلس الوزراء يقدر يوصل لحل في موضوع ان يعني هو اقر 300 مليون جنيه للاسكندريه. الاسكندريه بالذات من زمان بتنزل عليها النوات، يعني نوع من انواع المطر اشد كثافه من اللي موجود في محافظات مصر كلها، فكان عندها شبكه لتصريف مياه الامطار، الشبكه دي تاثرت، فتم ضخ 300 مليون جنيه من اجل تعديل هذه الشبكه، رغم ان في اسكندريه قالوا انهم محتاجين مليار ونص. مصر كلها محتاجه افكار جديده من اجل مواجهه الامطار.
يعني كان الاول الفكر اللي موجود احنا مش هنصرف مليارات عشان خاطر خمس ست ايام في السنه، لا دلوقتي احنا محتاجين الميه، محتاجين كل نقطه ميه عشان مشاريعنا الجديده في 51.5 مليار متر مكعب ميه بينزلوا على مصر، ما بنستفدش غير من مليار و400 مليون متر مكعب منهم والباقي بيضيع هباء. احنا محتاجين في تجارب جديد لعده دول حوالينا سواء حوالين مصر او دول اوروبيه او حتى في دول امريكا الجنوبيه استفادوا من مياه الامطار بدءا من نظام حديث جدا اللي هو الاسفلت نفسه بيبقى فيه صفايات بتحتجز مياه المطر تحتها، او نظام اقل حداثه او نظام بدائي بسيط انها تعمل حفره ومواسير. المهم ان في افكار في النهايه ان احنا ازاي نستفيد من مياه الامطار. مجلس الوزراء اتكلم في هذه النقطه وان شاء الله هيتم تطبيق الافكار ديت في الفتره الجايه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. واحنا دايما لما يعني زي ما حضرتك اوضحت كده اكتر، احنا لما نشوف يعني في حاجات بتحصل وبتتطور وبيبقى لصالح المواطن ده بيسعد المواطن طبعا. طيب اسمحنا ننتقل لخبر اخر استاذ وليد. مشاهدينا الخبر معانا بعد كده من جريده الاهرام، الداخليه تواصل جهودها في مواجهه تداعيات موجه الطقس السيء. وصلت الاجهزه الامنيه بمديريتي امن الاسكندريه ومطروح وعدد من المحافظات التي شهدت سقوط امطار كثيفه جهودها الامنيه في تجهيز المعدات والاطقم والقوات اللازمه للحد من الاثار السلبيه لهطول الامطار وتقديم العون والمساعده للمواطنين والتدخل الفوري في كافه المواقف الطارئه طبقا للخطه التي اعتمدتها وزاره الداخليه من اجراءات استباقيه لمساهمه في مواجهه احتمالات تعرض البلاد لموجه الطقس السيء. طبعا امبارح كان الجو صعب جدا ومفاجئ. واحنا برضه نحيي جنود الداخليه ان هم في الوقت اللي احنا كلنا بنجري بعربياتنا على بيوتنا او في المواصلات عشان نوصل لبيوتنا بيبقى الناس دي واقفه واخده فتره المطر كلها من اصغر رتبه الى اكبر رتبه، واقفين في الشارع عشان ينظموا حركه المرور عشان يسهلوا الاجراءات على الناس، واقفين يتابعوا عربيات شفط المياه. كمان يعني احنا نحيي بجوار الناس اللي في الداخليه العظماء دول، نحيي كل عامل نظافه وقف وتحمل ان هو برضه بيساعد بامكانيات محدوده، هي مش امكانياته مش بايده، هو بينفذ المطلوب منه، بس احنا قاعدين في بيوتنا والناس دي قاعده بتحاول انها تشفط مياه الامطار، تحاول تفتح البلاعات وتسلكها تغطيها تاني، يعني بيقوموا بكل الاجراءات من اجل ان ما يحصلش اي مفاجات او اي حد يضر فيها. واعتقد ان احنا رغم ظروف الطقس السيء ده بس نسب الخسائر اللي حصلت اقل من اوقات تانية كتير الحمد لله. لا وهو كمان خبر يعني يخلي الواحد كمان يعني مطمن لو لا قدر الله برضو حصل حاجات اكتر من اللي شفناه امبارح، يعني زي ما احنا شفنا في شهر 2 اللي فات طبعا كان الجو كان اول حاجه تحصل في مصر بهذه الطريقه. لا انا اتذكر مره قعدت ست ساعات محجوز في شارع جوزيف تيتو عشان نفق العروبه كان غرقان ميه. طبعا لما اتكلمنا في النقطه دي تم ردم نفق العروبه لانه فعلا ما كان محتاج، خلاص ما عادش مناسب بسبب ظروف الامطار. فالمقصد ان دلوقتي المسؤولين بيستمعوا للمشاكل المواطنين، بيستمعوا لافكارهم لارائهم وبينفذوها. مين يتوقع ان ده كان يحصل؟ فالوقت برضو كل موظف وكل جندي وكل ضابط في الداخليه موجود في الشارع احنا بنحييه، كل عامل نظافه احنا بنحييه، كل من بيعمل وبيتحمل من اجل ان المرور يمشي، من اجل ان الشوارع تبقى اكثر نظافه او ان مياه الامطار يتم شفطها، ده بنحييه ان هو بيتعب واحنا عشان احنا نرتاح، ده شيء عظيم جدا يعني. يعني واحنا زي ما حضرتك اوضحت طبعا، واحنا طبعا بنتمنى ان يكون في الافضل والافضل الفتره اللي جايه ونرى مصر في الافضل والافضل يا رب ان شاء الله. هو دايما يعني في فقره الصحافه، بس احنا النهارده كان معانا اخبار جميله واخبار حلوه كده تبشر بال ان شاء الله، الاخبار كلها تبشر بالخير ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله ونرى الافضل والافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا طبعا في الاول وفي الاخر بشكر التشريف حضرتك فينا وعلى يعني وقت حضرتك، ودايما كده يعني تحليل حضرتك الاخبار بيبقى جميل وسلس وان شاء الله. انا بسعد لما اجي لكم والله، ده شرف لنا. شكرا مشكورة جدا يا زولي. شكرا فندم. مشاهدينا بنشكر جدا الكاتب الصحفي الأستاذ وليد الرمالي. مشاهدينا بكده خلصت فقرة الصحافة، اسمحونا نطلع فاصل وهنرجع زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة هنتكلم عن الثقة بالنفس، قد إيه الثقة بالنفس دي مهمة جدا للإنسان وإن هو يعني يتسم بيها ويمشي بيها في الحياة دايما. هنعرف إزاي نكتسبها وهنعرف تفاصيل أكتر. بيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميل الكلام عن هذا الموضوع دكتورة ريهام عبد الرحمن، كاتبة وباحثة في الإرشاد النفسي والأسري. فاسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة، خليكم معنا. We'll be right back.